اتكلم لما تيجي تتكلم على مثلا في العرض الاولاني اتقال فيه ان في 12,000 جهاز ري محوري، الجهاز تقريبا هنقول $80,000 مش كده؟ 125 فدان تقريبا، هنقول $80,000، 80 في 12 يعني مليار دولار مش كده يا دكتور؟ مليار دولار. في مصنع اتعمل احنا هنفتتحه ان شاء الله خلال ايام قليله جدا. ده وفر لنا من المليار دولار لل 12,000 دول تقريبا اكتر من 60-70% من الدولار اللي كان بيستخدم وشغل ناس في مصر. يبقى بدل ما ادفع مليار دولار انا دفعت 200-250 مليون دولار في ال 12,000 جهاز ري محوري. انا بتكلم على مشاريع متكامله مش هنا بس. تمام ست كده يعني. طيب نرجع بقى تاني للنقطه دي اللي انا قلت ان احنا بعد ما اتكلمنا على الميه واهميتها، وبقول للمستثمرين انت هتبقى يعني مستعد انك انت تخش في زراعات تكلفه البنيه الاساسيه بتاعتها يمكن تكون غاليه شويه، بس شاركني في حرصي على الميه. ليه؟ انا هديك مثال. اللي هو الجزء اللي مظلل بالازرق ده، لو كان مثلا، وده كلام نظري برضو، الزرع قبل كده بنظم ري اكثر حرصا على الميه، كان قدره الارض دي على الاستمرار معانا اكتر من كده في الانتاج زادت. بدل ما اتكلم في 30-40 سنه الخزان الميه يكفيني، اتكلم على 40-50. فهنا انا كلامي للقطاع الخاص. هات بقى اللي بعدها. كل الكلام اللي اتقال قدامنا هنا وشبكه الطرق اللي موجوده بتاعت كل مشروع اللي هو جمعهم بهاء في الاخر، انا عايز اقول مين النهارده كان يعني مستعد يجي على مشروع ال 62,000 فدان دول اللي بقالنا فيه 4-5 سنين دلوقتي مش كده بهاء؟ تمام سيادتك. بس خلي بالكم احنا لما اخترنا المكان دوت اخترناه على ان ده المنيا وبني سويف كمحافظتين، لما يبقى فيها 60,000 فدان بيشتغلوا وبيزرعوا هيعود ده بالنفع على مين؟ الايدي العامله. لان الايدي العامله دي من الناس اللي اهل البلد، وبالتالي لو النهارده متوسطه اللي هياخده في الشهر كام الف جنيه في عدد العاملين اللي على مدار السنه شغالين، يبقى انا عملت ده. وهنا هتكلم عن النقطة اللي بهاء قالها لما بتكلم أنا كدولة في هدفي في التشغيل. مش هقول مش هختلف عن القطاع الخاص، مش هيختلف، لكن هدفي في التشغيل إن أحقق ربح، بس أنا بعتبر من ضمن الأرباح هو التشغيل. أنا بعتبر يا دكتور الهدف الأرباح من ضمن أرباحي كدولة إن أنا في بني آدم ما بيشتغلش يشتغل. طب المفروض المشروع ما يخسرش، ده الحد الادنى اللي احنا لازم كلنا نتفق عليه. لكن ان انا اعمل مشروع والمشروع ده يكسب مكسب مش كتير بس يشغل عماله كتير، انا بعتبر ده ربح يتحط. هو مش منظور انت بتحسب كان جالك كام جنيه، لكن انا بحسب برضه كم جالي كم يعني قد ايه دخلي، ولكن من ضمن الدخل بتاعي ان انا شغلت في المشروع ده 100 او 1000 او 100,000 انسان. فال 100,000 انسان ورا منه 100,000 اسره، وده في حد ذاته بعتبره مكسب مالي، لان انا المفروض كدوله بوفر فرص عمل للناس، وبقول ان فرصه العمل من 100,000 جنيه لمليون ويمكن تزيد اكتر دلوقتي، مليون جنيه الفرصه الواحده. فانا لو انفقت الانفاق ده عشان اوفر للانسان فرصه العمل ديت لا باس، بس ما اخسرش يعني. وانا بعمل المشروع ده ما اخسرش، وانا ما بطالبش القطاع الخاص ان هو يعني يخسر ابدا، ولا حتى يعني تبقى قد بعضها من هو بيشتغل ليه. لكن انا بتكلم هنا والله العظيم بمنتهى الموضوعيه
والحيادية في طرح فكرتي مع كل من بيسمعني، عشان في نقاش كتير جدا بيتقال. يتبقى نظم إدارة في أي مشاريع من اللي احنا بنطرحها دي. وهنا بقول يعني نظم إدارة يعني ايه؟ يعني انا عملت جهزت لك الأرض ودخلت لك البيفوت ووصلت لك المية، تعال خد مني بس خد بسعر ايه؟ عادل. عادل، ما تظلمش المشروع. مش هقول لك ما تظلمش عشان يستمر. ولما اقول لك خد كميه الميه المحدده، ما تيجي يا دكتور ما تتجاوزهاش، لان احنا مش ميه مطر. هي دي ميه احنا بنجيبها من بتمشي 120 و150 كيلو، سواء كانت اللي جايه من الحمام فوق او اللي جايه من تحت من رشيد. عشان تجي لك الميه دي كلها، ده في محطات بتشيلها وبتشتغل عشان، وترمبات بتتحرك بتشتغل عشان تجيبها لك، وكهرباء بتستهلك عشان تجيبها لك. فلو انت النهارده ما راعيتش ده في الميه اللي لسه بتكلم عليها، انت بتحملني انا تكلفه كبيره. يبقى احنا اتكلمنا في الميه على انها بقى عامل مهم جدا جدا بالنسبه لنا في تحديد نوع الزراعه والمنتج بتاعها، عشان نستفيد من كل نقطة مية. بدل ما تقول أزرع 200,000 فدان، أزرع 500,000 فدان، بس لا، في 200,000 فدان أزرعهم قمح، 500,000 فدان يمكن تكون زراعات أخرى.